حاجات يعني انا والله انا لما بسمعها انا بقول ازاي طلعت من بقها كلام زي ده. كان بيجي كل فترة كده حد بيجي يتكلم، لكن انا محتاجة ان انا اوصل معاكم المعنى ده، سواء انت متزوجة وحصل الامر ده اللي هو عنوان البث التخيلات الجنسية او مع البنات. معلش سامحوني، ويا بنات ويا زوجات يا اللي بتسمعوني، ركزوا معايا في الكلام اللي انا هقوله لك ده. التخيلات الجنسية لو هتكلم على البنات، بصي اي فكرة بتيجي وبتتركيها بتبقى عزم فإرادة ففعل، كلام ابن القيم. فأي خاطرة رديئة تجيلك في الأمر ده ادفعيها، أنا بقول لك أهو ادفعيها وما تسترسليش فيها، لأن كتر الاسترسال فيها مخ ذات نفسه بيعمل نوع من أنواع اللذة والاستمتاع، فيبقى عايز خلاص، بقت واردة، بقت عزيمة، بقت إرادة بتنفذيها أيا كان شكل التنفيذ. مخاطر الفعل دوت وانت كبنت نتيجة للتخيلات الجنسية أو أحلام اليقظة اللي انت فيها، ده مش صح خالص عليكي كبنت. وكتير جدا وسمعتها من دكتورة نسا وتوليد، وناس تقول لك لا ما بيحصلش، لا مش عارفة ايه، والله سمعتها يعني لا قدر الله ممكن ما تبقيش بنت. وده أنا الدكتورة لسه موجودة وهي قالت لي في بعض الحالات حصل كده. طيب احنا ليه نعرض نفسنا لمواطن شبهة أو لأماكن أو لأفعال لحاجات تشوفيها بعينك أو أفلام أو استغفر الله بوستات أو تستغفر الله يبقى علاقة محرمة وتسترسلي فيها في حرام فتزداد التخيلات الجنسية فتقعدي كلام غلط؟ والله غلط، والله يا بنتي حرام وتحاسبي عليه. الفكر ذات نفسه والقلب ذات نفسه لو مش مع اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى تحاسبي عليه. سامحوني ان انا بتكلم في حاجه زي كده، معلش هحاول بقدر المستطاع يبقى الكلام محترم عشان خاطر احنا ننقذ بناتنا. انا بكلمكم من واقع امر انا لسه يعني مخلصاه حالا مع ناس، ويعني النوعين موجودين، البنت اللي لسه ما اتجوزتش واللي متجوزه. طيب تعالوا بقى، يعني انا يعني البنات، بصي يا تشغلي نفسك ما تقعديش لحالك، اشغلي وقت فراغك، روحي عمل تطوعي، انزلي مقرأة، اعملي مجهود بدني وروقي، واعملي بدل ما تخلي لك لوكي صحبه صالحه معاكي تعمل الامر دوت وتعينك على الامر ده. لكن يا بنت الحلال تسيبي نفسك للتخيلات حرام، تسيبي نفسك للامر وبعدين تسمعي الكلام وتقول لك ايه ده الدكتوره اللي قالت، منها لله، حسبي الله ونعم الله عليها، من الله ما تستحق، إيه إيه إيه، لا 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 فاهمين دين ولا فاهمين كذا، وكل واحد لا 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 ولا في ديانة حللت حاجة زي كده. خلينا نقول إن ما في دين حلل حاجة زي كده، فأنت تسيبي نفسك للتخيلات أو الشات أو إنك تتفرجي على حاجة تثير شهوتك وما تعرفيش إنك أنت تعمليها، ده حرام، تحاسبي عليه. احفظي نفسك واحفظي حالي وادعي ربنا بالزوج التقي الصالح، وصومي فإن الصوم وجاء من استطاع منكم الباء، طب ما فيش فليصوم، فالصوم له وجاء، حسن، وادعي ربنا سبحانه وتعالى. ولا تفعلي هذا الامر ابدا، لا هتستلذي بزوج بعد كده ولا هتعرفي تعيشي علاقه خاصه بالزوج سليمه، وبيجوا بيتعالجوا لان هي تعودت على امر معين بشكل معين. غلط يا بنتي غلط، انا بقول لك اهو. سهلوا الزواج، سهلوا الحلال، ابوس ايديكوا او احب على راسكوا، سهلوا الحلال، يسروا على الشباب، سهلوا لهم الزواج الحلال. يا امهات يا اباء، انصحوا عيالكم، ما تتكسفيش يا بنتي، وافتحي مع بنتك الكلام ده وشوفي، بدل ما تروح تاخد صاحبتها وتروح للدكتوره وتشوف نفسها ما اعرفش ايه والتانيه نفس الكلام.